أحسن الله إليكم. من السودان سائل يسأل عن العمرة، يقول: جئت من السودان قاصدا للعمرة، وقبل أن أحرم وجدت نفسي في ميناء جدة الإسلامي، أحرمت من جدة واعتمرت، فهل عمرتي صحيحة على هذا الوجه؟ وهل جدة ميقات؟ وهل يلزمني القضاء أم ماذا علي؟ عمرتك صحيحة، ولكن عليك فدية عن ترك الإحرام من الميقات. كان الواجب أن تحرم من الميقات الذي تمر به، إما الجحفة وإما يلملم. إن جئت من الشمال فميقاتك الجحفة، وإن جئت من الجنوب فميقاتك يلملم. سواء مررت بها أو حاذيتها في الجو أو في البر أو في البحر، تحرم من محاذاتها أو منها إذا مررت بها، ولا تتجاوزها إلى جد، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهل جد أو من نوى العمرة من جد فهي ميقاته. أما من جاء من خارج المواقيت يريد العمرة فإنه يحرم من المواقيت. نعم.